من خان يونس ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد حرب. أحمد أهلا بك معنا من جديد، ما هي التطورات الميدانية لديك خاصة بعد ليلة وصفت بأنها الأعنف منذ بداية هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟ نعم ضحى، يعني قبل دقيقة كانت هناك غارة إسرائيلية في وسط مدينة خان يونس. سيارات الإسعاف تتوجه الآن من جنبي إلى المناطق التي تم الاستهداف فيها في وسط مدينة خان يونس حسب ما علمنا من سيارات الإسعاف، وبالتالي هذه الغارات ما زالت مستمرة على مدينة خان يونس. سبق هذا الاستهداف استهداف في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، كان هناك استهداف لمنزلين بالإضافة إلى المدفعية الإسرائيلية التي تستهدف منازل المواطنين في المنطقة الشرقية، وبالتالي الغارات ما زالت مكثفة على مدينة خان يونس. وأيضا رفح كانت هناك غارة إسرائيلية استهدفت منزل في المنطقة الشرقية في حي الجنينة في رفح جنوب القطاع، بالإضافة أيضا إلى استهدافات متعددة من المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرق رفح. وبالتالي نتحدث عن يعني غارات مكثفة ومركزة منذ ساعات الصباح وحتى الآن على رفح وأيضا خان يونس، بالإضافة أيضا إلى المحافظة الوسطى. ما زالت الغارات بين وقت وآخر تكون على مخيم دير البلح، مخيم النصيرات، شرق البريج وشرق المغازي المدفعية، تدك منازل المواطنين بشكل عنيف ومركز في الساعات الماضية في هذه المناطق التي تقع أو المخيمات في وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى مدينة غزة في المناطق التي دوما تكون هناك غارات عليها سواء من الطائرات الحربية الإسرائيلية، من المدفعية المتمركزة شرق مدينة غزة في حي الشجاعية، حي التفاح، حي الزيتون، حي تل الهوى. هذه الأحياء عبارة عن يعني نقطة ضرب للطائرات الحربية الإسرائيلية وللمدفعية أيضا الإسرائيلية المتمركزة تستهدفها بشكل عشوائي. حي الزيتون وحي تل الهوى هي ساحة قتال الآن تدور بها اشتباكات، حسب ما علمنا قبل ساعة أن هناك اشتباكات تدور في هذه المحاور التي يتوغل بها الجيش الإسرائيلي خاصة في حي الزيتون وغرب تل الهوى، بالإضافة إلى أيضا المحور الآخر والذي تدور به اشتباكات هو في حي الشيخ رضوان وفي شارع الجلاء. هذه المناطق تدور بها اشتباكات وهي عبارة أيضا عن ساحة قتال تدور بها اشتباكات عنيفة. وأيضا المحور الآخر هو في جحر الديق شرق المنطقة الوسطى، أيضا دارت به معارك ضارية حسب ما علمنا في هذا الوقت، وبالتالي نحن نتحدث عن اشتباكات تدور في محاور التوغل للجيش الإسرائيلي عبر الدبابات الإسرائيلية وما بين عناصر القسام. وبالتالي ما زالت الغارات مستمرة، الاستهدافات مستمرة، الاشتباكات على الأرض في كما ذكرت في هذه المحاور مستمرة حتى هذه اللحظة، وبالتالي صورة الوضع ميدانيا هو في تصاعد، على الرغم من أن في الساعات القادمة حسب الأحاديث والمصادر الإعلامية تقول سوف يكون هناك إعلان عن هدنة مؤقتة أو وقف إطلاق نار مؤقت، وبالتالي سوف تكون هناك كثافة في النيران خاصة في الضربات الإسرائيلية في كل أنحاء القطاع. نعم ضحى، نبقى في حالة الترقب هذه لبدء وقف إطلاق النار أو الهدنة على أقل تقدير وتبادل الأسرى. نحن بالأمس كنا في نفس الحالة، حالة الترقب. ماذا عن الموجودين في القطاع الذين كانوا يترقبون بالأمس أن تبدأ هذه الهدنة اليوم؟ الآن هناك حالة ترقب جديدة مع تصعيد مستمر لبدء هذه الهدنة. ما الذي يفعله الفلسطينيون في قطاع غزة ترقبا استعدادا لربما بدء الهدنة غدا؟ يعني على صعيد المناطق الجنوبية حيث أتواجد ضحى، أن المواطنين النازحين من المنطقة الشرقية لخان يونس في عبسان والزنة وأيضا بني سهيلة والقرارة كانوا يتحضرون ويتجهزون من أجل التوجه إلى تفقد منازلهم والعودة إليها، وبالتالي الآن هم الآن في حالة استعداد من أجل الانتظار للإعلان عن الهدنة وتوقيتها، وبالتالي هم يستعدون إلى التوجه إلى منازلهم، لأنه نحن نتحدث هنا في هذا المستشفى أكثر من 12 ألف نازح من المناطق الشرقية فقط في هذا المستشفى، وأيضا هناك في المدارس التابعة لوكالة الأونروا المحيطة في هذا المجمع الطبي، وبالتالي حالة من التعطش وأيضا ينتظرونها على أحر من الجمر لهذه الهدنة من أجل التوجه إلى بيوتهم، أن تعود الحياة إلى حد ما إلى طبيعتها على الرغم من الدمار والخراب الذي ألحقته الطائرات الحربية الإسرائيلية في كل مناطق القطاع. ونحن نتحدث
عن المناطق الشرقية التي كانت في مرمى نيران الدبابات الإسرائيلية والطائرات الإسرائيلية، وبالتالي هناك دمار كبير سوف يكون في المنطقة الشرقية، خاصة المنازل الملاصقة للشريط الحدودي مع مدينة خان يونس ومدينة رفح، وبالتالي الشارع هنا متعطش لهذه الهدنة، يحتاجها بشكل كبير من أجل تنفس الصعداء لمدة 4 أيام حسب ما تم الإعلان عنه في هذه الهدنة وملامحها، وبالتالي المواطنين ينتظرون على أحر من الجمر لهذه الهدنة من أجل يعني تفقد أحوالهم، منازلهم، الخروج من هذه الحالة، حالة النزوح، والعودة إلى منازلهم وتفقدها. وبالتالي هناك أيضا يعني خيبة أمل لدى المواطنين النازحين من المناطق الشمالية الذين سوف يبقون في المستشفيات هنا في المناطق الجنوبية، في المدارس، في التجمعات المستضيفة عند أهليهم وأقاربهم، لأن هذه التهدئة لا تشمل بعودة من الذين نزحوا من المناطق الشمالية إلى المناطق، الذين نزحوا إلى المناطق الجنوبية بالعودة إلى المناطق الشمالية، وبالتالي يعني هناك حالة امتعاض وهناك نقص في هذه الفرحة إلى حد ما بسبب عدم عودتهم إلى منازلهم، وبالتالي يعني الوضع في قطاع غزة أو في المناطق الجنوبية هو حالة استعداد للنازحين من المناطق الشرقية، وبالتالي هم ينتظرون أيضا على أهمية هذه الهدنة هو دخول المساعدات، وعلى رأسها أيضا دخول الوقود الذي سوف يعيد الحياة إلى قطاعات كثيرة، قطاع الاتصالات وحركة النقل والمواصلات، وهنا في المستشفيات وفي المراكز الصحية وغيرها من القطاعات التي سوف تعود إليها الحياة إلى حد ما مع دخول الوقود وأيضا دخول شاحنات الغاز إلى قطاع غزة. طيب أحمد، أيضا نحن على مدار الأيام والأسابيع الماضية تابعنا معك ومع الزملاء في الميدان حالة مستشفى الشفاء، من قصف متواصل من القوات الإسرائيلية إلى حصار، والآن وقت على المياه والكهرباء وكل وسائل التي يمكن أن تساعد سواء من كانوا من مصابين داخل المستشفى أو من نازحين في محيط المستشفى. الآن تطور خطير باعتقال أيضا مدير المستشفى والطاقم الطبي الذي كان يتواجد في المستشفى، هل من معلومات جديدة رشحت عن هذا؟ حتى اللحظة ضحى لم ترشح أي معلومات. عملية الاعتقال تمت في الساعات الماضية لمدير المجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو السلمية وعدد من زملائه، حتى هذه اللحظة لم ترشح أي معلومات. وزارة الصحة حاولت الاتصال مع منظمة الصحة العالمية، مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمعرفة ظروف الاعتقال وماهية الاعتقال، وعمليا العمل على إفراج الدكتور محمد أبو السلمية وزملائه، ولكن حتى هذه اللحظة لم ترشح أي معلومات. الجيش الإسرائيلي أعلن أن الدكتور محمد أبو السلمية وزملائه هم الآن يتم التحقيق معهم من جهاز الشباك الإسرائيلي. هذه المعلومة الوحيدة التي رشحت من الجيش الإسرائيلي حتى هذه اللحظة في ظروف اعتقال الدكتور محمد أبو سلمية وزملائه. وبالتالي هناك محاولات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتنسيق مع وزارة الصحة من أجل يعني الإفراج عنه، ومنظمة الصحة العالمية قبل قليل أعلنت أنها مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة في لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.